على المستوى الآسيوي ومتألق على المستوى المحلي. من كم يوم فاز على كاظمة الكويتي في الكويت، واليوم فوز مستحق 2-0، كان ممكن حتى تضاعف النتيجة. أكيد الأمور كلها سارة باتجاه لقب جديد، مع طبعا حيكون الأول مع المدرب السوري نزار محروس، وأيضا بوجود كتيبة من اللاعبين، يعني عبد الرزاق الحسين لاعب سوري، أمجد راضي أيضا من هدافين الدوري، اليوم ما سجل لكن يبقى هو ثاني الهدافين. الأمور كلها تسير في اتجاه أنه يحتفظ أربيل في اللقب. كابتن، كفاح بعد 24 ساعة يعني من فوز فريق الجوية يعود ويقلص اليوم أربيل الفارق، هل هذا دليل على أحقية يعني فريق أربيل الصدارة في الدوري النخبة أو في الدوري العراقي؟ بالتأكيد، الآن الفارق ارتفع إلى 6 نقاط، ولاعب مباراة أقل كذلك، إذا أنت ممكن الفارق يكون 9 نقاط على أقل تقدير. وبعدين فوز مريح بصراحة، سيطرة، لعب نتيجة، أنت عارف الفرق لما تلعبين وأنت في المركز الأول مع صاحب المركز 11، ولما فارق النقاط فوق 24-25 نقطة، بالتأكيد كان في سيطرة كاملة لأربيل، وأنا أعتقد السنة مضمون يعني الفوز بالدوري، لأنه باقي مرحلتين وأنت فارق ب6 نقاط، يعني حتى لو خسرت المباراتين ممكن فارق الأهداف تكونين بطلة. كابتن، راح أرجع لك، فريق أربيل بيشارك بالأسيوية وأيضا في الدوري، على المستويين هناك نتائج مبشرة، على العكس ما بنسمع يعني فرق أخرى، فريق تعبان إذا أداؤه مش كويس سواء في الأسيوية أو العكس، تعبان هو مركز مثلا على الدوري والأسيوية شوي يعني أداؤه صعب. الفرق بالضبط، الفرق تشتكي من عدم القدرة على الأداء بنفس المستوى محليا وآسيويا، لكن مع أربيل الأمور أفضل لأن يمتلك نوعية لاعبين ممتازين، هو إمكانية المادية والاستقرار اللي موجود في منطقة أربيل تساعد على استقطاب أحسن لاعبين من داخل العراق وحتى من الدول العربية، عند لاعبين محترفين على مستوى. جميل جدا، نتمنى له أكيد التوفيق. مشاهدينا، الآن وصلنا إلى آخر الأخبار الرياضية مع الزميلة دانا صنلاجي.